بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصمام العاكس أو البلف العاكس أو السولونايد فالف، ده القطعة المسؤولة عن التحويل من البارد للسخن ومن السخن للبارد، أو بمعنى أصح مسؤولة عن التحويل من البارد للسخن. اما لو احنا احتاجنا بارد هي بتطفى، بس مجرد ان ينقطع عنها التيار ترجع للبارد الطبيعي. الدخول الطبيعي ليها الماسورة اللي جاية من الكباس بتركب هنا، الماسورة اللي جاية من الكباس بتركب هنا، والماسورة اللي رايحة للكوندنسر او للمكثف اللي هي واحدة من دول، يا اما دي يا اما دي، بس ما ينفعش ناخد اي واحدة وخلاص، لازم ناخد اللي هي في الحالة الطبيعية. في حالة القفة اهي في ايدي اهو، مفيش عليه كهرباء ولا اي حاجة، لو نفخت من هنا يطلع لك الغاز الهواء بتاعك من هنا، يبقى هي ديت الماسورة اللي هتروح للمكثف. والخط السحب بتاع الكباس بيركب طبيعي في المنتصف، ده لازم في المنتصف، والماسورة اللي جاية من الوحدة الداخلية هتركب هنا. تعالوا نبصوا كده عند التكييف، ده القديم طبعا فكيته، وده التكييف اهو. بصوا بقى يا شباب، بسم الله، الماسورة اللي جاية من الكباس اهي، اللي جاية من الكباس اهي، دي اللي جاية من الكباس، انا ببص عليها اهو، لو تبعناها تتبع يعني اهي، ديت هي ديت لفة، هي واخدة قوس هناك اهو وراجعة لي تاني هنا، دي اللي جاية من الكباس. لو شغلت الكباس هتنفخ لي ايه، هوا من هنا. اللي رايحة للمكثف فين اهي، ده المكثف، ده يا جماعة المكثف أو الكوندنسر أو الريداتير كله ماشي، ودي الماسورة اللي رايحة له. يبقى أنا أركب اللي جاية من الكمبروسر اللي هي الطرد، يعني ده اسمه خط الطرد، اللي جاي من الكمبروسر اسمه خط الطرد، أركبه على القطعة الماسورة اللي هي لوحدها دي، وأركب الخروج من ديت للمكثف، بتكون الجزء يا اما دي يا اما دي. هعرفهم ازاي؟ انفخ هنا هيطلع لي الهواء يا اما من هنا يا اما من هنا. خرج لي من هنا يا شباب، من هنا. يبقى اذا دي رسميا اللي رايحه للمكثف، رسميا اللي رايحه للمكثف. خلاص يا شباب اتفقنا، يبقى اللي جاي من الكباس هنا، ودي اللي رايحه للمكثف، ودي رسم اللي في النص دي رسميا خط السحب اللي ايه، اللي هو متوصل في الكباس، خط السحب اهو اهو، ده اللي رايح للكباس، بيسحب من هنا ويطرد من هنا، بيسحب من هنا ويطرد من هنا، وده خط المكثف، ده بقى اللي فاضل لي، ده اللي انا بدور عليه اهو، ده السلام عليكم، ده خط السحب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده اللي هيروح للوحده الداخليه، او اقصد هياخد من، هيسحب من الوحده الداخليه اللي هي الخط ده، الخط ده اللي هيسحب من الوحدة الداخلية، الخط ده اللي الكباس هيسحب منه، الخط ده اللي هيروح للمكثف، الخط ده اللي الكباس هيطرد فيه. وشوية مصطلحات نتكلم عليها بقى يا جماعة، ده اللي طالع من الكباس ورايح للمكثف ده اسمه خط الطرد. خط الطرد نهايته هنا عند المصفى اللي هنا، ويبدأ الكابيلاري، الكابيلاري اهو اهو، بعد الكابيلاري اسمه خط السائل، يعني الماسورة الرفيعة من عند المحابس من هنا، دي المحابس اهي، الماسورة الرفيعة من عند المحابس، المحبس الصغير اسمه خط السائل. طيب والمحبس الكبير، المحبس الكبير اسمه خط الراجع او خط السحب، خط الراجع او خط السحب، وده خط السائل، وده خط الطرد اللي هو بداية المكثف لحد النهاية اسمه خط الطرد، ده اسمه المكثف او الكوندنسر او الريداتير. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسنات ابويا وامي، وان يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.